مجدد الصباح لكم مشاهدينا، وسوا رح نبدا مع اولى فقراتنا الحواريه لهيدا اليوم اللي حنحكي فيها اليوم عن الرياضه. الرياضه قديش شغل الشخص لازم يشتغل على حاله كثير، يعني مو بكفي الشيء الشق النظري، انما الشق العملي كثير مهم لحتى اي شخص بده يدخل بهيدا المجال لازم يكون مهيئ لحتى ياخذ يعني شهاده المدرب المعتمد لاي رياضه بحب يكون فيها، وتحديدا رياضه الايروبيك اليوم رح تكون محورنا بهيدا الموضوع. رح نحكي فيه اكثر مع الاستاذ هيثم حبيب، عضو قياده فرع الاتحاد الرياضي باللاذقية وايضا رئيس مكتب المراكز التدريبيه. بنقول لك اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحكم، صباح الخير. بالبدايه راح نقول الرحمه للشهداء، الشفاء لجرحى الوطن الغالي، الشفاء السريع والمباشر لضحايا الزلزال اللي صابها الوطن، واللي كان من اسباب تاجيل الدوره هو الزلزال اللي صابنا جميعا وتاثرنا فيه كبلد وكوطن بالفتره الماضيه. اهلا وسهلا بحضرتك، يسعد صباحك مره ثانيه. بدايه اذا بدنا نحكي عن هيدي الدورات، امتى بدات؟ نحن بلشت 29 الشهر الماضي وراح تستمر لنهاية اليوم. هلا نحن بهالتوقيت هيدا هو عم تنقام الدورة، وبنهاية الدورة هي اللي نهايتها اليوم راح نعمل فحص. هيدا الفحص طبعا بالتعاون، نحن أقمنا الدورة بين اللجنة التنفيذية والاتحاد العربي السوري للرياضة للجميع. مدام سناء محمد اللي هي كوتش رئيس الاتحاد طبعا اشرفت على هذه الدوره من بدايتها لليوم من الناحيه الفنيه، من الناحيه اللوجستيه وتقديم الاساسيات للدوره كانت اللجنه التنفيذيه مشكوره القياده الرياضيه بالمحافظه وعلى مستوى الجمهوريه اللي وجهت لاقامه هذه الدوره بهذه الفتره بالمحافظه. تماما، هذه الدورات مخصصه لطلاب الكليه الرياضيه او هي للاشخاص اللي بدهم يدخلوا بهذا المجال ويصيروا مدربين معتمدين؟ تمام. هلا هذه الدوره هي لكل الناس، يعني الفئه المستهدفه كل الناس، اي حدا بيحب، ضمن شروط معينه. من هذه الشروط الحصول على الشهاده السنويه على الاقل، العمر 18 سنه فما فوق. الفئه المستهدفه هي كل الناس، يعني انا عندي طالب الجامعه من كلية الاقتصاد، من كلية التجارة، عندي الطبيب، عندي المهندس، عندي المهندسة. طبعا لما بنحكي ذكور وإناث يعني هي الفئة لكل الناس. تمام. فمشكور الاتحاد، يعني كمان فينا نحكي بموضوع الزلزال اللي صار، انه نحن كان هيدي الدورة المفروض تنقام بالشهر الثاني بسبب الظروف اللي صارت تأجلت لها التاريخ هذا. هلا تأجلت ونعمل لها حسم بسبب كمان وضع الزلزال، ان اخذنا 50% احنا كمحافظه عن باقي المحافظات الاخرى. طبعا مشكور للمكتب التنفيذي ومشكوره مدام سناء اللي هي طلبت من المكتب التنفيذي انه نخفض السعر وتنقام بهيدي الفتره. الهدف من هيدي الدوره استاذ؟ هلا الهدف تأهيل كوادر، يعني نحن اليوم عندنا بالمحافظه كوادر كثيره بس ما أنا كتير مؤهلة، ما أنا مدربة على ممارسة العمل الرياضي بالشكل التقني والمهني المفروض. فاليوم هيدي الدورة، يعني نحن نقول أيروبيك، شو يعني أيروبيك؟ أيروبيك هي مجموعة من الحركات جمال على موسيقى، بس ضمن الدورة في عنا شيء غير النظري العملي، في شيء نظري، يعني نحكي فيه عن الطب الرياضي، بنحكي عن خليني اقول استقبال الناس كيف بدي شجعها انا على ممارسه هيدي الرياضه. يعني الكادر المتواجد اللي مشكور باكد عليه، مشكور جدا جدا اللي اجى من دمشق لحضور هيدي الدوره ومتابعتها معنا بالمحافظه، فهذا تحمل عناء السفر من دمشق لهون لحتى يعمل هيدي الدوره، وفيني اقول شبه طوعيين، يعني اشتغلوا على هيدي الدوره لتاهيل هيدي الكوادر. اليوم لما انا عندي مدرب عم يعمل كوتش بأي نادي لا على التعيين، طبعا نحن إضافة لعملنا نحن عندنا مراكز البيوتات الرياضية بالمحافظة، هيدي البيوتات كلكم تعرفوها لأنه نازلة على الجيم، طالعة من الجيم، رايحة أعمل سبور، هيدي صارت معروفة بالمحافظة، فهيدي بدها كوادر. فأحيانا عم يكون الكادر اللي عم يشتغل ما إنه مؤهل. تمام. فنحن من خلال جولاتنا الميدانية على البيوت الرياضية تعمدنا نعمل هيدي الدورة بهيدي التوقيت لنأهل هيدي الناس بهذا الوقت. تمام. يعني هلا عم تذكر انه كثير في اشخاص يمكن مقبلين لحتى نعرف قد الرياضه هلا كثير اخذه حيز كبير من حياه الاشخاص، انما يمكن في شروط معينه عند الشخص لحتى يدخل يعمل هيدي الدورات لحتى يصير مدرب مؤهل معه شهاده ويدرب الاشخاص ويكون مسؤولين عنهم. نحكي عن الشروط اللي لازم تكون متوفره بالشخص لحتى يدخل بهيك دورات. تمام. هلا الشروط هي كثير سهله، اول شيء حدا بده يكون بيحب، لانه برجع باكد على كلمه ناس شبه طوعيين، نحن بنشتغل بالعمل الرياضي ككل. نحن ناس طوعيين، ولكن نحن اليوم بده يجي عندي رياضي او رياضيه بده يقول انا بدي اعمل مدرب. حلو، نحن في شروط، هيدي الشروط، اولا الا يقل عمره عن 18 سنه، اثنين حائز على الشهاده السنويه، ثلاثه
اذا في نحن تاهيل وترفيع، هي بنوع الرياضه اللي بده يمارسها. نحن هيدي رياضه الايروبيك هي مياله للعنصر الانثوي اكثر من العنصر الذكوري، ومع ذلك لا نحن في عندنا طلاب وطالبات كليه تربيه رياضيه، وعندنا ناس من العامه مو بس هي الفئه المستهدفه انه كليه التربيه الرياضيه، عندي المهندس، عندي المهندسه، عندي الطبيبه، عندي الصيدلانيه اللي هي عم تعمل هيدي الدوره. هيدي بجوز ما تمارسها كعمل، هيدي عم تمارسها كهوايه، يعني ما جايه هي من اجل منفعه ماديه انه انا بكره بدي اعمل كوتش واشتغل بهيدا المجال، بس هي حبها للرياضه وشغفها للرياضه. فممكن تنزل هيدي على اي منشاه رياضيه، على اي بيت رياضي، تمارس رياضتها، ممكن يكون باشراف وممكن باشراف كوتش اقدم، يعني صحيح. لما نقول كوتش هي درجات، عندي درجه اولى، درجه ثانيه، على درجه ثالثه. هيدي الدوره اليوم كانت نحن تاهيل وترفيع، يعني تاهيل لما حدا ما عنده فكره عن هيدي الرياضه الا مارسها على الارض. يعني نحن هلا عم نتابع معك مع حضرتك بالصوت والصوره، يمكن هي التدريبات اللي عم بتصير رح نتابعها اكثر لحتى نرجع نحكي باليه التدريب لحتى اخر شيء يكون الامتحان النهائي مثل ما ذكرت. استاذ هيثم هيدا المقطع، يعني هي تدريبات مثل ما شفنا عدد كبير من الشبان والشابات اللي جايين عم يكونوا موجودين لحتى يصير معهم هيدي الشهاده، شهاده المدرب. اول شيء نحكي عن العدد، بعدين نحكي عن آلية التدريب يعني لحتى نوصل نحن للامتحان النهائي. هلا نحن التأهيل عندنا 111 شاب وفتاة، هيدي تأهيل يعني بتأهلوا للثالثة، هدول بنهاية الدورة الناجح بيحصل على الدرجة الثالثة، وعندنا 59 متدرب ومدرب لأنه هذا أخذ درجة ثالثة فصار مدرب فئة ثالثة. هدول ال 58 مدرب ومدربة تأهلوا ليصيروا درجة ثانية، بيخضعوا لامتحان اليوم وبيصيروا مدربين من الفئة الثانية. بين الدرجة والدرجة في سنة على الأقل، فهيدي السنة أكيد يعني اللي بيحب يمارس على الأرض ياخدها كمهنة عم يكون بنادي مساعد مدرب، ولكن أنا عندي بالبيت الرياضي من شروط ترخيص البيت الرياضي أن يكون حائز على الدرجة الأولى. تماماً. يعني أنا اليوم مدرب أو مدربة لحتى يكون هو المعتمد لدى الاتحاد الرياضي بده يكون حائز على الدرجة الأولى، لحتى كمان ينال الترخيص صاحب المنشأة بده يكون عنده هذا المدرب بهيدي اللعبة. نحن ما بس لعبة الأيروبيك، إذا حبيتي بدنا نتوسع بالحديث عن الرياضات، نحن كمكتب المراكز التدريبية بيحتوي عنا الرياضات الخاصة والرياضة للجميع. الرياضة للجميع ما بس أيروبيك، عندي يوغا، عندي مشي، عندي دراجة، عندي ألعاب فردية، هيدي ضمن مبدأ الرياضة للجميع ومنها هيدي الأيروبيك. الأيروبيك هيدي الدورة اللي نحن عملناها اليوم وصارت على مدار 5 أيام، الحقيقة كتير عنا ناس حابة، يعني حابة للحياة، نحن مجتمع بيحب الحياة، فهدول الناس اجوا تركوا اعمالهم، تركوا شغلهم ومشكورين جدا، ملتزمين التزام كامل، التزام 100%، يعني عندنا الدوام 100%، يمكن على علامة حتى الحضور عليه طبعا طبعا له علامة. فالناس حضرت هيدي الدورة وتابعتها، وانا بدي اشكر كل حدا تابع هيدي الدورة لانه بالفعل بيستحق الشكر على اعطائه وقته للرياضة. هلا هي برجع باكد على شغلة الطوعية، يعني ما انه مجبر، ما عم ياخذ مصاري، ما عم يعمل شيء الا انه هو هدر وقته من شان يعمل شيء للرياضه. تفضلي. كثير حلو، يعني ذكرت نقطه كثير مهمه انه هن حابين، يعني عم نشوف من خلال الفيديوهات حتى في اكثر من فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدريباتهم خلال الفتره او الخمس ايام الماضيه، كان في حب مبينين حابين جايين مندفعين. هذا يعني الموضوع قد ايه كمان عم نشوفه ثقافه عم تنتشر انه الناس رجعت عم بتحب الرياضه، رجعت كمان عم تعتني بصحتها من خلال الرياضه. هلا نحن كانت سياسه العمل بالاتحاد الرياضي والمكتب التنفيذي وبالتعاون مع القياده السياسيه بالمحافظه، نحن عندنا عنصر انثوي هي رفيقتنا رئيسه مكتب الشباب، فحدا عنده شغف بالرياضه دائما بتشجع وبتقلنا
كل الاجتماعات انه بدنا دورات للمحافظه باي مجال كان، بدنا تعملوا شيء بعد الزلزال. بدنا يعني احنا عم نحكي دائما عن الزلزال لانه الحقيقه نحن هسه بالصدمه. فنحن من خلال يعني نحن امبارح كان عندنا مركز ايواء يوم بدايه الدوره، كان قبل بيوم نحن بناء على طلب اللجنه التنفيذيه بالمحافظه شلنا مركز الايواء. يعني اليوم الثاني نحن باشرنا دوره، قبل بيوم عندنا مركز ايواء. فالناس انه عم تشتغلوا رياضة وزلزال وإيواء، ايه بدنا نرجع على الحياة، بدنا نعيش. فهدول الناس شافوها فرصة، هي متنفس، هي راح نتعلم شيء، راح نقدم شيء، وحب الحياة، يعني حب الحياة وحب الرياضة. فرجعت الناس لحياة الطبيعية مثل ما شايفة، يعني الحمد لله العدد كويس والإقبال جيد والحب. يعني أنت لا تشتغلي بأي شيء بدك تحبيه، فهدول الناس بيحبوا هيدي الرياضة. تماما. يعني ذكرت حضرتك من خلال تعريفك لمكتب الرياضة للجميع أنه مو بس الأيروبيك، في كذا نوع من الرياضات مهتمين فيها. إنما بلشتوا أو باشرتوا بالأيروبيك، سبب اختيار هيدي الرياضة تحديدا يعني لتكون بداية الدورات مع رياضة الأيروبيك؟ هلأ هي سياسة اتحادات، يعني نحن كل اتحاد بالمكتب التنفيذي اللي بدمشق عنده خطة عمل سنوية، من خطة العمل إقامة دورات بالمحافظات. هيدا بيطلع برنامج سنوي، هيدا البرنامج بيتعمم على المحافظات، على اللجان التنفيذيه، كلهم باختصاصه حسب مكتبه. نحن بنفس التوقيت امبارح او قلت امبارح عندنا دوره فيتنس كوتش كمان تابعه لمكتب ثاني غير مكتبي، هي ملعب العاب القوه. كمان مجموعه كبيره من الصبايا والشباب مارسوا هيدي الدوره على مدار 4 ايام. عندنا دورات بالكاراتيه، بالجودو، بالمصارعه، بكل الالعاب الرياضية بالجمهورية العربية السورية، هي إلى فروع وإلى دورات بتنقام بالمحافظات غير الدورات المركزية اللي بتنقام على مستوى العاصمة بدمشق. يعني هلأ نحن لتكون عندنا الفئة الأولى وين بتصير؟ بدمشق. بيصير تجمع كبير من كل المحافظات وبتنقام دورة مركزية. نحن اليوم دورتنا اللي صارت بالمحافظة يعني فيني إلك شبه مركزية، عندنا من طرطوس، عندنا من حماة. يعني عند تصور يعني حدا عم يجيكي كل يوم من بانياس مثلا من طرطوس يجي ويسافر مشان يحضر هيدي الدورة. فهذا شو بيدعي؟ الحب، حبه لهيدي الرياضة. تمام. ممكن هلا بتزيد الإقبال على دورات الرياضة خلال فترة الربيع بما أنه الجو يعني بيساعد كمان على التنقل. هلا المخطط اللي قادم بخصوص الدورات، في رياضات تانية ممكن يكون في إلى دورات جاية خلال الفترة القادمة؟ أكيد. نحن برجع بقول لك هي خطه عمل، خطه عمل مركزيه، يعني الدوره تنقام باشراف مركزي من دمشق من قبل الاتحاد. فاتحاد الرياضه للجميع عنده هيدي الرياضه تابعه له. هلا مثلا رياضه اليوغا، اليوغا اخذوا دروس الصبايا اللي عم يحضروا الدوره والشباب عن اليوغا. الكوتش مازن اللي هو رئيس اللجنه العليا لليوغا، يعني امبارح كنا بالسيره معه انه نحن راح نعمل دورات فرعيه لإقامة دورات مجانية هيدي لحضورها. وأنا بدعي من هذا المنبر الكريم وعبر كون وعبر شاشة كون لحضور هيدي الدورة. رح نعلن عنها على صفحة اللجنة التنفيذية وموعد إقامتها بحين، ورح نعملها إن شاء الله افتتاح كبير بإشراف القيادة الرياضية والسياسية بالمحافظة. تماما. يعني ذكرت استاذ هيثم انه بعد الامتحان في بيحصلوا على درجات اولى ثانيه، او الاولى هي بتكون بالمركزيه بدمشق، ثانيه ثالثه. هلا اللي بيحصل على الدرجه الثالثه بقى بده ينطر للسنه الجايه لحتى يعمل دوره ثانيه؟ ممكن ياخذ الدرجه الاولى فورا او لازم هي تراتبيه تصير القصه؟ لا، هلا انا يعني احنا مثل المدرسه، خليني اقول يعني ما بصير السنه اخذ كفاءه وسنه جايه اخذ بكالوريا. بدي استاج مراحل، يعني اعمل مراحل. تماما. وهيك نحن يعني ليش شو الهدف انه بعد سنه؟ الهدف بعد سنه تاخذ معلومات، برنامج الاولى غير الثانيه، برنامج الثانيه غير الثالثه، فانت عم تزداد معلوماتك اللي هي تسلسليه. تماما. فاذا بدنا نحكي عن البطولات او المسابقات اللي ممكن تقوم خلال هيدي السنه، يعني عم بيكون في بعد ما بياخذ الدرجه عم بيكون في بطولات عم بيشاركوا فيها هدول الاشخاص ولا لا؟ لا، هلا هيدي ما لعبه بطولات. هي لعبة لياقة ومعرفة ومتابعة. يعني أنا اليوم لما بدي يكون أنا عم بحكي هلأ عن الأيروبيك، طبعاً بألعاب القوة عم نحكي بشكل عام. لا، بشكل عام طبعاً. المدرب ما بيحق له يشارك ببطولة، اللاعب هو اللي بيشارك بالبطولة. طبعاً من نظام عمل البطولات أنه أنا أي لاعب، أي حدا مكلف بمهمة إدارية أو فنية ما بيحق له يكون لاعب. فانا اللاعب، انا عم هيئ لاعب، عم حضر هيدا اللاعب او هيدي اللاعبه بهيدي اللعبه، فانا عم حضره خلال السنه كلها، عم يكون له بطولات مركزيه
ودائما طبعا بنعمل بطوله محافظه، اللي بيطلعوا بيحصلوا على المراكز الاولى من يعني بيتحضروا لدمشق للعاصمه او اي محافظه بيشوف الاتحاد انه مفروض اقامه البطوله فيها. يعني احنا مثلا عندنا اقامه بطولات اليوم، وامبارح كان عندنا بطوله قوه بدنيه باللياقه، بطوله محافظه. هدول اللي بياخذوا المراكز الاولى بيطلعوا على البطوله المركزيه اللي مقرر اقامتها بدمشق بالفتره القادمه. تماما، يعني بعد الامتحان اللي هو مقرر يصير اليوم، يعني لحتى يحصلوا هذول الاشخاص على شهاده المدرب بدرجه ثانيه او ثالثه، بصير في متابعه من قبلكم خلال السنه كلياتها لهذول الاشخاص اللي اخذوا شهاده المدرب؟ طبعا نحن هدول في لهم صفحه على الفيسبوك وصفحه على الواتس، اي معلومه نحن بدنا نوصلها ونتواصل معهم عبر هيدي الوسائل، فهذا شيء بيريحنا للتواصل معهم. وممكن نحن من خلال عملنا باللجنه التنفيذيه انه حدا بده يفتح نادي بيطلب كوتش، بده انا بدي مدرب من الفئه الاولى او الفئه او مساعد مدرب، نحن اللي بيحق له يدرب وياخذ شهاده مدرب عامل هو الفئه الاولى، ثاني وثالثه هو راح يكون مساعد مدرب، بهيدا النادي او هيدي المنشاه. تمام. الإعلان عن هيدي الدورات والقصص اللي عم بتصير كيف عم بيكون؟ يعني بيكون قبل فترة كيف عم تخبروا الناس إنه في دورة جديدة؟ هل من خلال كمان النوادي اللي ممكن تكون؟ نحن بقول لك نحن بناخذ المعلومات من الاتحاد، بيعمم على اللجان التنفيذية إنه ستقام بطولة بتاريخ كذا وكذا بلعبة كذا. هيدي اللعبة إلى لجنة فنية، بينزل على صفحة المحافظة اللجنة التنفيذية بكل محافظة إنه ستقام دورة تدريبية برياضة سين، بتتعمم على المكاتب وعلى اللجان الفنية، اللجان الفنية كمان لها صفحاتها، والأندية بتعلم بصفحاتها كمان عن إقامة هذه الدورة. بيكون التسجيل دائما هو باللجنة التنفيذية، فبيكون في لجنة مكلفة بالدوام صباحا من 8 مثلا للتنتين. نحن بهيدي الدورة نسيت ما أذكر لك إياها، انه نحن كنا كل ايام العطله نحن مداومين من 8 الصبح ل 8 المساء مشان نستقطب اكبر عدد ممكن من الناس اللي حابه تمارس هيدي الدورات. ففي كان تعاون الحقيقه بين المكاتب، المكتب التنفيذي واللجنه التنفيذيه والقائمين على العمل لاكمال هيدي الدوره وانجاحها بالشكل المطلوب. يعني عم تذكر انه ببلش التدريب مع هدول الاشخاص من 8 صباحا لايمت بيضلوا كونها دورة مكثفة، يعني كونها دورة مكثفة من 8 ل 3:30 من 8 ل 3:30 بشكل يومي مثل ما عم نحكي. طيب خطة المستقبلية، يعني هلا نحن شفنا دورات للايروبيك، يعني وقلت انه هي بتصير تراتبية الدورات. تمام. بقى بتصير بالمكاتب، هلا الخطة القادمة بتكون دورة لأي رياضة رح تكون؟ هلا نحن المرحلة المقبلة برجع بقول لك انه هي موضوع سياسة اتحاد وخطة عمل متكاملة. نحن بالمرحلة المقبلة عندنا دورات بالجودو، دورة مدربين، وعندنا دورات بالكاراتيه. لسه ما تحددت المحافظة، يعني هي راح تكون بدمشق أو باللاذقية، لسه ما في تأكيد على هالعمل هيدا. كلمة أخيرة بتحب توجهها لكل اللي عم بيشوفونا؟ هلا أنا بحب أدعي الناس كلها لممارسة الرياضة، بحب أقول للناس تفائلوا، تفائلوا بالخير، الخير جاي إن شاء الله، ما نضل نحن حاطين هيك الحزن بالجرن وقاعدين وايمت بتصير الزلزال وايمت رح يصير هزه وايمت رح نخلص من هذا الكابوس اللي اصابنا كلنا. بدي اقول الله يعطيكم العافيه، شكرا لاتاحه الفرصه للاضاءه على هيدي الدوره، ومشكورين على كل شيء. شكرا لوجودك معنا، يعني هي الرياضه دائما متنفس لكل الاشخاص لحتى يقدروا يفرغوا طاقه عندهم وياخذوا هيدي الطاقه الحلوه، خاصه نحن هلا بفصل الربيع، فكتير مهم انه يكون في دورات رياضيه مكثفه لكل الاشخاص اللي بيحبوا ممارسه الرياضه. استاذ هيثم حبيب، عضو قياده فرع الاتحاد الرياضي باللاذقيه وايضا رئيس مكتب المراكز التدريبيه، شكرا لوجودك معنا ويسعد صباحك. كل الشكر، يسعد صباحكم. اهلا وسهلا بحضرتك، نورت صباحنا. شكرا.